قالت الشرطة إن 12 طالبا على الأقل أصيبوا في انفجار وقع بمدرسة في الجزء من إقليم كشمير الذي تسيطر عليه الهند يوم الأربعاء، ولم يعرف بعد سبب الانفجار. وقال متحدث باسم الشرطة إنها تحقق في الحادث، إلا أن شهود عيان لم يتحدثوا عن أي اشتباكات قبل هذا الانفجار الذي وقع في أحد فصول المرحلة العاشرة بمدرسة خاصة في جنوب سرينغار عاصمة الإقليم. وشهد الإقليم الأسبوع الماضي مقتل صبي في 13 من عمره وإصابة آخر بعد أن عثر على ذخيرة لم تنفجر في أعقاب أحد الاشتباكات.